القايدة في دقائق معدودة استلم مهدي شهادته المدرسية كغيره من الطلبة للالتحاق بمدرجات الجامعة بعد تسريع إجراءات التسجيلات النهائية والمتواصلة إلى غاية 6 من شهر سبتمبر. نحن نقول الحمد لله هذا العام جبنا الباك وجينا في الوقت اللي عطاوه لنا وكانت مليحة التسجيلات. هنا بجامعة الجزائر 3 يتلقى حاملو شهادة البكالوريا الجدد التوجيهات اللازمة لاستكمال مراحل التسجيل النهائي، وهي إيداع الملف الرسمي ثم الانتقال إلى مركز الدفع داخل الجامعة ثم التوجه إلى نقطة استلام البطاقة. المؤسسة الأصلية توثيق المياه عند دفتر سيب نورمالمون قاعد تقسم راح مركب رقم التسجيل تاعك لهنا. جوز بكالوريا أدب فرسالمون واليوم جيت ماركي درت الشوا الأول تاعي درت علوم إنسانية علوم الإعلام والإتصال صحافة ومدوها لي شوا الأول. جونا ساهلين تقول تروحي تاب باغ إتاب جوزنا كاع لي زيتاب بيان دونك شغل ما كان حتى صعوبات. وين تروحي كان كاين واحد يجي يوري لك وين تروحي وش ديري شغل اون ديتاي شغل ما كان عندك حتى بروبليم. القائمون على سير العملية أكدوا أنه قد تم تهيئة كل الظروف اللازمة لضمان سرعة إجراءات التسجيلات والتي تخص 8000 طالب من مختلف الشعب بجامعة الجزائر 3. العملية تجري في ظروف ممتازة، أقول ممتازة، بسطنا كامل الإجراءات تسجيل أبنائنا الطلبة، يعني الطالب في حدود 5 دقائق أو 6 دقائق ينهي العملية التسجيل تاعه ويأخذ بطاقة الطالب والشهادة المدرسية ويوجه إلى المكان الدراسة. هذا وقد تم توجيه أزيد من 184,000 طالب حسب رغباتهم الأولى، ما يمثل 70% من حاملي شهادة البكالوريا الجدد.